لك يا كابتن، خلينا نرجع لارض الملعب مره اخرى والزميله روزان نصر ولقاء لما بعد المباراه. اتفضل يا روزان. كابتن هيثم، من جديد طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. حاليا معايا نجم من نجوم طبعا كره يد رجال عبد الرحمن طه. كابتن عبد الرحمن، طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه الاهلي، الف مبروك. شفت مباراه النهارده ازاي واستعداداتكم لمباراه الغد؟ الله يبارك فيك. الماتش النهارده كان ماتش صعب، يعني احنا لعبنا الفرقه دي في المجموعات، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا سكور كويس احترمناها. الماتش السيمي فاينال اللي احترمناها وذاكرناها تاني، وذاكرنا الماتش اللي لعبونا تاني، بس ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا. احنا النهارده المدرب بوزع الحمل على الفرقه كلها، ما حدش لعب اكتر من ربع ساعه تلت ساعه في الملعب عشان يحضرنا لبكره، فربنا يكرم ان شاء الله واحده واحده كده ماتش بكره هيعدي ان شاء الله. خليني اسالك على ابرز طبعا تعليمات المدير الفني والمدرب العام، يعني اكيد في تعليمات كانت يعني مشدده قبل مباراه النهارده وبالاخص كمان قبل مباراه بكره. يعني النهارده الماتش، يعني هم اتكلم معانا قبل الماتش، يعني قال لنا احنا لازم نحترم الفرقه دي عشان فرقه قويه وفرقه يعني لها يعني في البطولات افريقيا لها يعني تكسب يعني وماشيه كويس يعني، بس فقال لنا اهم حاجه نحافظ على بعضينا، ندي احترامنا للمنافس، نطلع اللي عندنا كلنا عشان نستعد لماتش بكره ان شاء الله. احنا ماتش بكره بالنسبه لنا يعني على وسط ارضنا وجمهورنا، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفرح الجمهور ونفرح الناس بالبطوله دي ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن، يعني بشكرك والف مبروك مره ثانيه وبالتوفيق في مباراه بكره. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا كمان مع كابتن عبد الرحمن طه، يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه.